شكرا لك. بداية أرحب بك وبالمشاهدين الكرام. أعتقد أن الخطوة الإيرانية حاليا هي مجرد ضربة استباقية للولايات المتحدة. كما تعلمين أن العلاقات الإيرانية الأمريكية ما زالت في حالة توتر منذ عهد الرئيس أوباما وحتى الرئيس السابق دونالد ترامب. الآن إدارة الرئيس بايدن تحاول جاهداً إعادة إيران إلى المنظومة الدولية، لكن أعتقد أن إيران لن يكون بوسعها فعل الكثير وستنضم الأيام المقبلة إلى منظومة القانون الدولي. طب الدكتور بلال، يعني في الوقت الذي تضخم طهران إمكانياتها العسكرية في سبيل الضغط يعني على القوى العالمية لكسب أكبر قدر ممكن في المحادثات الجارية، يعني أيضا هنا قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد امتلاك بلاده يعني طائرات مسيرة مداها 7000 كيلومتر، ماذا تعني هذه الخطوة؟ هل هي تعنت من قبل الجانب الإيراني برأيك؟ هي بالفعل تعنت من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يريد إخافة الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل كان، لكن بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت في علاقات متوترة جدا كما قلت سابقا مع إيران. هذه التوترات ستضيف باعتقادي هناك كثير من المسائل القانونية الدولية سيكون لها طابع في القريب العاجل على الجانب الأمريكي الإيراني، مما يجعل إيران تعود للخيط يعني المنظومة برأيك الدولية. ماذا نتوقع من الجانب الأمريكي في خضم هذا التعنت وأيضا استمرار إيران باتخاذ لهجة التصعيد هذه دوما؟ إيران دائما تتخذ لهجة التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية تخضع لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. هي تتقاطع بمصالح كثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المصالح ستكون دائما تصب بداية ليس في المصلحة الأمريكية إنما في المصلحة الإيرانية. طيب واشنطن هل يمكن أن تقبل بهذا الضغط الإيراني دكتور بلال من وجهة نظرك؟ يعني واشنطن تعلم جيدا أن إيران تضغط عليها إعلاميا حتى تظهر بصورة جميلة بعد أحداث الأخيرة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب للمنظومة الدولية أو للعالم العربي بشكل عام والعالم الغربي أيضا، لكن هي في النهاية لا تمتلك ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بنظري تستطيع الضغط على إيران بأمور أخرى لن تتوقعها إيران، وليس لإيران قوة لردها. ماذا نأمل يعني من المحادثات الجارية بهذا الخصوص بخصوص إحياء الاتفاق النووي المقبل برأيك؟ الاتفاق النووي المقبل سيكون قريب جدا، إنما هي إيران تتعمد دائما تصعيد المواقف. الولايات المتحدة الأمريكية تخشى إيران باعتبارها دولة إرهابية، تخشى منها تصرف لن يكون لائق حقيقة ردا على ما حدث في عهد الرئيس دونالد ترامب، إنما ستعود إيران في القريب العاجل في تصوري لاتفاقية المنظومة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. ضيفي من كاليفورنيا دكتور بلال الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة كاليفورنيا، شكرا جزيلا لك.